مسابقة الأزهر الشريف اللي تقدم لها 150 ألف حافظ لكتاب الله بجوائز قدرها 25 مليون جنيه. من المهم الحقيقة أن احنا نتعرف على بعض تفاصيل هذه المسابقة، إمتى أسماء الفائزين. يعني يسعدنا أيضا أن احنا ربما يكون عندنا سبق ونعلن عن هذه الجوائز. خلونا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف عبر الهاتف. اهلا وسهلا فضيله الشيخ ابو اليزيد. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. يعني كلنا اذان صاغيه نسمع عن هذه المسابقه والمشاركين فيها. احنا بنتكلم الحقيقه عن شيء يسر القلب ان صح التعبير. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد بدايه ارحب بحضرتك وبالساده المشاهدين. دي مسابقه الازهر الشريف او مسابقه امام الاكبر في القرآن الكريم. الأزهر يولي اهتمام كبير جدا 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 تربية النشأ على القرآن الكريم وعلى أخلاق القرآن الكريم وعلى آداب القرآن الكريم. المسابقة دي بتحظى برعاية وعناية ومتابعة دقيقة من فضيلة الإمام الأكبر اللي لا يألو جهدا في رفعة وتكريم واحتضان حفظة القرآن الكريم من أبناء مصر وأبناء العالم الإسلامي كله. يعني المسابقة بيشارك فيها بس أبناء الأزهر وأبناء التربية والتعليم، سواء كانوا في الكتاتيب أو في الرواقي الأزهري، أبناء مصر أو الوافدين الأزهريين من كل بقاع الأرض، كل دول مشاركين في المسابقة بشكل كبير. 150 ألف طالب، دي أكبر مسابقة طبعا بحيث عدد الطلاب أو عدد الجوائز أو عدد المحكمين على مستوى العالم الإسلامي كله. قيادات الأزهر كلهم يولوا اهتمام كبير جدا 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 بهذه المسابقه. فضيله الامام الاكبر، فضيله وكيل الازهر الدكتور محمد عبد الرحمن الدويني اللي بيتابع المسابقه خطوه بخطوه وبيدعمها لحظه بلحظه، فضيله الشيخ ايمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الازهريه، فضيله الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنه مراجعه المصحف، كل قيادات الازهر وكيلي قطاع المعاهد، كل قيادات الازهر ما شاء الله اهتماما كبيرا جدا. احنا بنعرض الحقيقه النتائج كمان على الشاشه اثناء حديث حضرتك، يعني بعض الفائزين الاول في هذه المسابقه. اتفضل يا دكتور ابو اليزيد. ايوه، المسابقه دي ماراثون تنافس شريف، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هي في القران الكريم كله ولا في بعض منه؟ هل تجويدا ولا حفظا بس يا دكتور ابو اليزيد؟ هي المسابقه عباره عن اربع مستويات. المستوى الاولاني في حفظ القران الكريم كاملا مع الاتقان، يعني بنحاول من خلالها او بيحاول الازهر من خلالها انه ينتج مشايخ كبار في هذا السن الصغير، نربيهم ونعودهم على القراءه السليمه للقران الكريم أسوة بالمشايخ الكبار، الشيخ عبد الفتاح القاضي والشيخ رزق خليل حبة والشيخ المنشاوي والشيخ الحصري والشيخ اسماعيل. ده المستوى الأولاني في المسابقة. المستوى الثاني هو حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثالث حفظ 20 جزء من القرآن الكريم. والمستوى الرابع حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم من أول سورة الناس لحد سورة العنكبوت. المسابقة من سن 5 سنوات لحد سن 18 سنة. عظيم. يشارك فيها 150 ألف طالب من مختلف محافظات الجمهورية بل من مختلف بلاد العالم، وبيتسابقوا فيها في ماراثون طويل على مدى 6 شهور. يبدأ يمكن من شهر 11 اللي فات ولسه منتهي أهو. ياخد كل طالب فيهم 4 امتحانات متتالية، كل امتحان فيهم اغلبهم مدته 10 اسئله. امتى تتوزع الجوائز ان شاء الله وفضيله الامام؟ هل هيلتقي المتسابقين او الفائزين؟ فضيله الامام يعني يولي اهتماما كبيرا بذلك، لدرجه ان هو زود السنه دي المكافئات، وفي يعني ان شاء الله مفاجات قادمه للطلاب ان شاء الله، زياده عدد الجوائز او زياده قيمه الجائزه دي. ان شاء الله ان شاء الله، والقيمه كبيره، احنا بنتكلم عن 25 مليون جنيه. انا بشكرك عموما فضيله الشيخ ابو اليزيد سلامه، مدير عام شؤون القران الكريم بالازهر الشريف، على هذه المداخله الاضافيه، وان شاء الله نكون معاكم في توزيع الجوائز والاحتفاء بحفظه القران الكريم الفائزين بجوائز الازهر الشريف.